وفي ذلك خلاف، فإن طائفة من العلماء يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، ويستدلون بحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي الصحيحين حديث ابن عباس قال رقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، فقال عمر يا رسول الله الصلاة، وهذا في الصحيحين، ولم يذكر عن هؤلاء بأنهم قد توضأوا. قول الثاني في المسألة أن النوم ناقض مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان مضطجعا أو قاعدا. يدل على هذا حديث صفوان عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا الخبر على أن النوم ناقض من النواقض. واستدل هؤلاء بالإجماع الذي حكاه غير واحد من الأئمة بأن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء، فإذا كان الإغماء ناقضا من نواقض الوضوء بالإجماع فإن المختلف فيه يرد إلى المتفق عليه فيزول الإشكال. المختلف فيه النوم، والمتفق عليها الإغماء، والنوم نوع من أنواع الإغماء، فيرد المختلف فيه إلى هذا المتفق عليه فيكون النوم ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا للإجماع على أن الإغماء ناقض. وأي فرق بين الإغماء وبين النوم الذي قد زال معه شعوره وذهب عنه عقله؟ هذا وجه هذا الدليل. القول الثالث في المسألة أن النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما مظن للحدث. أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما مظن للحدث، لأن أدلة جاءت بأنه ناقض مطلقا، وأدلة جاءت أنه لا ينقض، فأفاد هذا أن النوم ليس بحدث كالبول وكالغائط، إنما مظنة للحدث. وعلى هذا فإذا زال عنه الشعور بالكلية انتقض وضوءه، وإذا أحس بمن حوله وكان يغفي تارة ويستيقظ تارة أخرى، لو حرك رجل شعر أو تكلم عند واحد شعر، ولو أحدث قد يشعر بنفسه ومستيقظ أنه ما أحدث، فعلى هذا لا ينتقض وضوءه، لأن النوم ليس بحدث في نفسه إنما هو مظن للحدث. وهذا صح الأقوال في المسألة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، لأنه لا يمكن نعطل نصوصا على حساب نصوص أخرى، فلا بد أن نجمع بكل أو أن نأخذ بكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحمل هذا على شيء وهذا على شيء. فعلى هذا فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النوم ناقض فهذا إذا زال الشعور عنه، وكل حديث ورد بأن النوم غير ناقض إذا كان يحس ويشعر. فعلى هذا لا تنافي بين هذا القول وبين الإجماع الذي حكي بأن الإغماء ناقض، لأن قلنا بأنه ناقض إذا زال عنه الشعور، أما إذا ما زال عنه الشعور وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. وذلك وردت رواية عند أبي داود قال حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، هذا لأن النوم مشعر بأنه ليس نوما مستغرقا، نوما مستغرقا. فهذا الجمع بين هذه الأدلة، وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينه.